مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في داخل المغرب وخارجه، نداء. أوجه النداء عبر منبرنا هذا الإعلامي لكل ذوي القلوب الرحيمة من المحسنين والمحسنات ومن جمعيات المجتمع المدني أو بعض المسؤولين، أن تكون لهم التفاتة الرحمة والشفقة لمساعدة هذه البنت اليتيمة الأب لا معيل لها إلا أمها، أسرة هشة. البنت مريم من مدينة الداخلة الصحراء المغربية، كيف كانت وكيف أصبحت تعاني من ألم ومرض نفسي وتشوه إثر حادثة حريق تعرضت إليها وهي في السنة 18 من عمرها، ولا تجد من يمد لها يد المساعدة لشفائها من الأوجاع التي تعاني منه، ولا عيون المجتمع التي لا ترحم. إنها تناشد لكل من يرغب بمساعدتها، سواء بالقليل أو الكثير، أو التكفل بعلاجها، وله الشكر الجزيل والأجر والتواب عند الله. فعلى القادرين من أهل الخير أن لا يضيعوا هذه الفرصة العظيمة لدخول الجنة التي تعد إحدى الفضائل التي ينالها كافل الأيتام. أشهر الآيات عن اليتيم وهي قول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، الآية 9. جعل الله سبحانه وتعالى الجنة جزاء العطف على اليتيم وجبر خاطره، وفي الحديث: واليتيم إذا بكى اهتز له العرش. فيقول الله عز وجل: من أبكى اليتيم الذي غيبت آباه؟ قالوا: أنت تعلم، أنت العليم الحكيم. قال: يا ملائكتي، من سكته برضاه أعطيته من الجنة حتى رضاه. والقائم بأنفاق اليتيم أو المسؤول عن تربيته وعده الرسول صلى الله عليه وسلم بالمقام الأسمى يوم القيامة بمرافقته في جنات النعيم لمن له القيام بهذا العمل الإنساني للمودة، أن يتصل بالمعنية على الرقم التالي: 06-00-429-907. أعيد الرقم: 06-00-429-907. ولكم الأجر والتواب عند الله. السلام عليكم. كنطالب المساعدة من المحسنين، لكن شي محسنين، وكنطلب من اي واحد يشوف هذا الاوديو ولا يشوف التصاور ديالي ولا يشوف النداء ديالي يتعاون معايا. انا راه الدريه عندي 28 عام دابا، وتحقت عندي 18 عام، يعني بنادم راه الوقيته اللي كيبدا في حياته راه مشات. انا راه مدمره بزاف، لا نفسيا لا جسديا لا بزاف. المجتمع ماشي يرحمك حتى باش تخدمي، ماشي يخدمونيش، راه بزاف. وتنعيا ما نبكي وصادي ما عندي ما ندير، تنقول الحمد لله ربي كبير، هادشي اللي غادي ندير والحمد لله على كل حال. كنتمنى اللي يسمع النداء ديالي واللي شاف التصاور ديالي يتعاون معايا. انا باغا ندير غير عمليه باش انا نخدم، نعاون امي يمشي، وانا عندي غير امي خدامه عليا، وانا عندي 28 عام. الام اللي ديك الوقت اللي خاصني نعاون فيها امي يمشي ونخدم عليها، هي دابا كتخدم عليا. ورا الله يسلاه، والله المجتمع ما كيرحمش. واش امك كتبقى خدامه عليك حياتها كامله؟ ما يمكنش. خص بنادم يتعاون. وانا كنطلب منكم المحسنين، ان شاء الله بغيتي محسنين يا ربي يا مولانا، يصيفطوا ليا. هذاك هو النهار الكبير عندي، هو راه الا فرحتوني انا بحال فرحت وليداتكم وفرحت والديكم. ولا صادي نقول لك راه العذاب، يا ربي تسمح لي العذاب، شني بنادم خصوصا الحريق. راه لا صيف كتعيشي بخير، لا برد كتعيشي بخير، الحمام كنمشي له يبقى يشوف فيا بنادم، الزنقة نخرج لا يبقى يشوف فيا بنادم. وعاونوني عاونوني، والله الا محتاجة محتاجة بزاف. وانا يتيمة ما عندي لا با لا والو، عندي غير مولاتي خدامة عليا. الله يرحم ليكم الوالدين. وكنتمنى شي محسنين يتعاونوا معايا. انا فاش كنت صغيره كنت عندي 18 عام، كنت كندوز في الطواليت وتفرقعات عليا البوطه تقريبا. من ديك الساعات وانا هكا مشيت لكازا ونعس في السبيطار، ومسكينه خدامه غير في الحمام
زعما ما كاينش مدخول اللي غادي يتعاون معايا، وانا راه ما كنعرف حتى شي واحد، انا يتيمة من صغري، بابا ما كان مات لي من صغري، يعني الخوت ولا العمام ولا الخالات اللي غيقفوا معاه كل يديوك يداويو وكل سميتهم ما كاينينش. العائلة كنعرف انا غير مامتي والله سبحانه وتعالى، وزعما معتبة بزاف، راه التصاور ديالي شفتيهم بزاف. انا دابا انا عندي 28 عام، يعني 10 سنين ديال حياتك. 18 عام اللي كتبغي انتي تقراي فيها، ديري فيها بزاف الحوايج، تخدم، تعاون والديك. والله ما نكذب عليك، دابا تندوي وربي العالم بيا. دابا انا عندي الدرجة الثالثة، ما تقدرش نخدم، تنبغي نخدم، تيشوف وجهي تيقولك لا، اي حاجة يمين راجلي وزين اللي مشيت بغيت نخدم عنده ما تيبغيش يخدمني، تيقول لك لا محروقة هادي. وانا غير وقع لي مشكل فاش كنت صغيرة وما لقيتش المساعدة، كل لقيت المساعدة كنت درت عملية تجميل، يعني ما لقيتش اللي ساعدني ديك الساعة فاش كنت عندي 18 عام، وتحركت مع السبيطار تقريبا 4 شهور ونص، عندي الورق ديال السبيطار، عندي التصاور، عندي كلشي فاش كنت نعس في السبيطار، كلشي باقي عندي وكلشي نعاود نصيفطو ليكم. شفت، بغيت نشوف جمعيات يضحكوا عليا. كنت كنقلب على شي نمرة ديال شي محسنين ندوي معاهم، والو ما كاينش اللي يعطيك شي، ما كاينش اللي يعاونك ولا يهز بيديك ولا يقول لك. والله الا ربي يعلم بيا، ملي كندوي على هاد الموضوع وتنشوف وجهي في المراية راه قلبي كيبدا كنفجر من الداخل، وما يحس بيا غير ربي سبحانه وتعالى هو اللي كيحس بيا. سمعتي مسكينة راه عيات معايا، عيات عيات، ما تحس، عيات، ما تقول لي ما تسوقيش، عيات. المجتمع ماشي رحمش، كتخرجي برا تيقولك محروقة، تدخلي للدار يقولك محروقة، دري صغير يشوف كيخاف منك، خدمة ما تشوفش خدمش اشنو كوما والدين راه كون ما مامتي بعدا لي واقفة معايا كون راني يا ربي تسمح لي بشحال غادي ندير شي حاجة في راسي، ولكن لا، كنشوف بيني وبين الله وتنقول الحمد لله على كل حال، شي نهار يجيني رزقي، شي نهار نتبدا ما بقاش بحال هكا. اسمح لي بزاف، كترت عليك بزاف في هاد الاوديو، وبغيت نقول لك كنطلب منك حاجة وحدة، والله يرحم لك الوالدين، والله يخلي لك وليداتك، والله يخلي لك معزانتك، وهاد الاجر اللي غدير فيا راه ما ننساش لك، لا دنيا لا اخره ما ننساش لك. راني انا باغي نعيش حياتي، راه عندي 18 عام ترجعت عليا البوطه، ردتني عاده مستديمه، يعني عاده مستديمه هي ما كنخدمش، يعني ما تنخدمش، الخدمة اللي كبرت بنادم كيعيش كيوفر بيها لقمة العيش لوالدي، أنا ما خدمتش. وأنا بنت 28 عام، دابا 10 سنين وأنا تنعاني مع هاد الحريق، وأنا يتيمة ما عندي لا با لا والو، عندي أمي والله سبحانه وتعالى. للاشتراك في قناة ديسكو أمين تي في لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم وتفعيل جرس ليصلكم الجديد، وشكرا.